المسابقة الثانية نتائج الماتشات. يعني حكاية تعادلنا؟ اه كده الفقرة الأولانية تعادل 2 من 3 و2 من 3 كده مش هنطلع مال هي أصلا الحمد لله. طب حلو قوي خلاص عايزين إيه تاني؟ ماشي احنا ماشيين كده حققنا التارجت ماشيين مفاوضات يا مصطفى رضوان الدنيا هتمشي حلو الدنيا حلو احنا عايزين إيه تاني؟ المسابقة الثانية نتائج الماتشات ابدا بيهم اتفضل امشيها واحد واحد عشان زي ما انت قلت في الفقره انا امشي سؤال هنا وبعدين سؤال هنا انا ماشي الاول فريق جو عمر البرازيل لعبت تركيا مرتين في 98 في 2002 مره في دور المجموعات صح ومره في السيمي فاينل مظبوط نتيجه ماتش دور المجموعات كانت كام 2-1 للبرازيل لا يا عم لا 2-1 للبرازيل انا عارف لسه شايف الماتش قبل ما اجي انت ده السيمي فاينل 2-1 للبرازيل ماشي خلاص اجابه اخيره ريفالدو حط جون ورونالدو حط جون ومين حط جون تركيا الواد الاصلع اسمه ايه حسن شاش اجابه صح شوف اجابه صح انت ماشي يا عم انت ايوه صح ماشي يا عم معاك كده بس عشان نعمل سخونه كده في النهايه دي الراجل مديني اسيست انا داخل احطها انا داخل احطها انا مش هتلاقيني في المسابقه دي هو عموما يعني لو مفيش اف يبقى في ثلاث اختيارات عشان طب ما خلينا في الثلاث اختيارات على طول ماشي هو عايز ناس جاوبت تمام اسال اسال تمام تمام باشا ممكن ناخد بقى نقطتين انا شايف ناخد نقطتين لا معلش النظام قواعد زي محطوطه كابتن عامر حسين مش حاجه عموما انا ما بدتش انا ما جاوبتش انا مش حاجه طيب اول سؤال اديني الاختيارات على طول لا لا اتفضل المانيا لعبت البرتغال في دور المجموعات سنه 2014 نتيجه الماتش المانيا والبرتغال لا اله الا الله لا بفتكر النتائج ما ينفعش ترد لنا لا لا واهدى شويه ايه يا عم انت الحكم ده دل يا المانيا كسبت طبعا بس مش فاكر كده 3-0 4-0 5-0 3-0 3-0 4-0 مش حضرتكوا فريق واحد مش حضرتكوا فريق واحد ولا انا بنعمل ايه 4-0 هو انت هو ما زاد اتفقوا هي 4 اجابه نهائيه اه اجابه صح ايوه انا فاكر هم كسبوا 4-0 في يورو ولا في كاس العالم بتلخبط انما انا عارف ان 4 دي معلومه سهله ده انا سهله ده دي سهله دي ما تجيش من ده انت سالتني مين اللي جاب الجول السؤال الثاني اتفضل في كاس العالم 2010 اوكي البرتغال حققت اكبر انتصار في تاريخها انا عارفه ده على كوريا الشماليه نتيجه الماتش كانت كام 7-7 عايزين اختيارات مش في اختيارات ما تقول اختيارات 7-0 7-1 6-2 انت ايه انت 6-2 دي لسه مقلفه انت قاعد دلوقتي انا شايفك 7-1 غلط اجابه نهائيه لا مش لا مش نهائية. بس يا كابتن احنا بس شفتوا انا كده انا مالي قول لي مشكلتك دي مشكلتك قول لي الاختيار الثاني جاب 7-0 7-1 6-2 بس استنى ممكن يكون بيوقعنا على حسب ما افتكر ممكن بيوقعنا وقال لنا غلط ما انا افتكر كانت فاضل 10 ثواني لا 5 ثواني 3 ثواني 7-0 اجابه صح اي خدمه يا انت ربنا ينتقم منك انت ربنا ينتقم منك 100% هم كانوا هم كانوا هيقولوها وهيخسروا البوكس اصلا والله انا فاكر انا عمال يا بس يا ريت تردها لنا بس ان شاء الله يا ابني ده كان صرف علينا نار منك ابيض هو قلبي الطيب ده السؤال الثاني بقول لك يا كابتن جورج الكرداحه والنبي وانت بتسال السؤال مفيش اجابه ثانيه دي يعني ايه اجابه ثانيه يعني ما تتاكدش انت كنت جاوبت غلط ما انت كنت هجاوب غلط ما انا ليه حرام عليك ما دام هو ده المهم هي دي الكوره البرازيل في 2006 في دور ال 16 لعبت غانا اه 3-0 3-0 لا ما دي سهله 3-0 يا عم انا كنت الثانيه برضه بالنسبه لي سهله وعارف انها 7 وقلت لك 3-0 يعني حضرتك اتسالت في 98 رونالدو 2010 رونالدو 0 جولتو في 2002 و2006 هات لي اللي بعدها هات لي اللي بعدها هات لي بقى 62 انا المره دي مش هساعدك خلي بالك ماشي استنى بقى عشان اللي جاي ده ضلمه اه مش انا جاي سوا عشان كده بصراحه هو اخر دايما سوا لا ساحن كده ونضارته بدات تشبر وانا عارفها بس بص دكتور هندسه انا عارفه نهائي كاس عالم 74 ماشي بين المانيا وهولندا ماشي النتيجه كانت كام ده صعب 2-1 لالمانيا 2-1 لالمانيا اتفقتوا استنى ما تقول الاختيار يا عم تقول انت متسرع ليه انت وراك حاجه مفيش سامع المحل ولا 30 سبقه بعد 30 سنه اللي قبل ده جاب 30 اسمع اسمع خلينا نسمع الاختيار هولندا جابت الجون الاول هولندا جابت الاول ماشي قول 7 ثواني 2-1 المانيا 6 ثواني 2-1 هولندا 1-0 المانيا 2-1 المانيا هولندا جابت الجون الاول بعد كده المانيا جابت جونين طب ممكن هولندا اللي كسبت لا هولندا كسبت ايه دي احنا لو قلنا هولندا اللي كسبت هاخده ونمشي لو قلنا هولندا اللي كسبت هاخده ونمشي يعني خلاص اقفل الحلقه وروح لسه بتفرج على الهايلايتس مش كابتن جو 2-1 اجابه صح الله اكبر شكرا يا باشا طب كده احنا ثانيه ولا كده لو انت اديتني في النص حضرتك مش عاجبك
في وقت في النص يا باشا مش احنا هيبقى المعامله بالمس الراجل قال الراجل قالها من غير وقت حسب الله نعم الوكيل حسب الله نعم الوكيل هجيب اسئله يا عم لا سيبك معلش معلش عادل سعد اهو حسب على اهي ابو سيد والله قدام عيني اهو ماتش السويد وباراجواي 1950 حلو ده 3-0 ده ما تساله حلو ده نهائي كاس العالم 50 حلو ده سهل قوي كان ما بين برازيل والاوروغواي ها خلص كام قول بقى الاختيارات انا عايز اختيارات اقول لك اختيارات شغل بس ستوبوتش اقول لك مش عايزك تعرف في السؤال ده مش عايزك تعرف ماشي ماشي خلاص احسن 2-1 اوروغواي ماشي 2-1 برازيل 3-1 برازيل 2-1 اوروغواي اجابه صح لان الاثنين تعادل هيبقى في سؤال عشان حد فيكم لازم يكسب الفقره دي ليه لازم ليه وسلك شايف ده سؤال سرعه يعني ولا ايه سؤال واحد وسرعه اللي هجاوبه الاول هيكسب 3-1 سؤال صعب سؤال صعب اول ما ماشي طب لو هم جاوبوا غلط احنا ناخد النقطه لا حلوه الاستراتيجيه دي بحبها لا طبعا لا طبعا ما اي حاجه لا طبعا انت مش جايب بالذات لا طب بص اللي يجاوب المفروض ما يجاوبش تاني بص اللي استنى الاختيارات براحتكم يعني ما حدش يجاوب الا لما الاختيار اللي يجاوب المفروض التاني التاني انا عارف لو قلنا الماتشات وانت قلت النتيجه وهي غلط هتسكت لحد ما لازم يقول النتيجه يا جماعه يلا بس تقول الاختيارات ولا لا خلينا نقول الاختيار ولا لما انا لو قلت واحده غلط ما حصلش غير اثنين انا هنوسع هنعمل لك ايه بقى ما هو ما تجاوبش غير انت حاجه متاكد منها ما تجاوبش اصلا خلاص هم سيبهم هم اللي يجاوبوا الاول اه ممكن يجاوبوا صح انا قعدت كتير اللي يجاوبوا صح يا عم قعدت فين دول ساكتين اللي قاعدين النقطه الرامده ولا طب انت ممكن تسال اقول لك على حاجه انت تسال السؤال الاول من غير اختيارات يلا ماشي الارجنتين في 86 ايوه كسبت في النهائي ايوه المانيا جميل صح في نص النهائي لعب قدام بلجيكا ماشي نتيجه الماتش ده كانت كام 2-0 إجابة صح لسه شايفها قبل ما اخش والله بالمهار بالصدفة الحمد لله بص انا عارف ان هي مش هو قال لي 1-0 انا عارف ان هي مش 1-0 بس عمال افتكر 2-0 و 2-1 لا معلش افتكرت ان هي 2-1 تعادل معانا 2-1 انجلترا معلش تعادل معانا معلش معلش خد بالك خد بالك خد بالك مراحي باقي خد بالك فاكر السلام اللي كان من دي الله يا باشا ده دايما اقول يا رب يا رب علمني وطي نفسي ما بتكلمش يا باشا خلصت الفقره الثالثه هي فقره اسئله على المنتخبات خد بقى جنب كده عشان ايه انتوا معديين بقى الحته بتاعتكم